مباراة الأسي ميلان وليتشي في الجولة 31 من الدوري الإيطالي. لكي تشهد المباراة ما عليك فضل التطبيق سير لك وشراب غنيز، وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستضيف هذه المباراة ملعب ستاديو جيزيب ميزا بميلانو. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساء بيكون من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة لقنوات النقل للمباراة، قناة أد سبورت بمي اتش ديوان الناقل الحصري للمباراة، تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل خاصة تسعى الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.